عقب لقائه وزير خارجية الكويت، السيسي يشدد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم بالجامعة العربية عددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية. الدفاعات السعودية تدمر 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط. العشرة صباحا بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت جرينتش، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية استهلناها بالإيجاز في التفاصيل. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، شدد على ارتباط أمن منطقة الخليج بالأمن القومي المصري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير محمد الزويخ السفير الكويتي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى السيد الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياتي لأخيه سمو الأمير نواف الصباح، مؤكدا سيادته خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، مشددا سيادته في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكذلك الأمة العربية. اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلا عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية، خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدا سيادته بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربي المشترك. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة وجهها لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي على أن أهداف الرؤية المصرية التنموية 2030 تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. تحت شعار شراكات لتحقيق التنمية المستدامة انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس أكد خلال كلمته في المنتدى أن البشرية تواجه تحديات عدة على رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، الأمر الذي يفرض واقعا جديدا يتطلب ابتكارا في صنع القرار يقوم على العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة. إن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل
في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية. هو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء. ويناقش المشاركون في المنتدى عددا من القضايا، من بينها دور الشركة متعددة الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد جائحة كورونا، وتعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي. النهاردة بنلاقي أنه في كلمة جديدة بتطلع هتسمعوها كتير قوي، اسمه التمويل المختلط. يعني إيه التمويل المختلط؟ إحنا عارفين أن المؤسسات المالية الدولية بتتيح تمويلات منخفضة التكلفة. فكرة أنه إزاي نستخدم هذه التمويلات منخفضة التكلفة مع تمويلات قطاع خاص علشان نحقق مشروعات تطمح إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أوروبا وأفريقيا ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص من أجل تنسيق الرؤى التنموية لكافة أطراف المجتمع الدولي. يعمل المنتدى على حضور العديد من ممثلي الجهات المختلفة من أجل تحقيق أهداف مشتركة عبر العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة المصرية. وزارة التعاون الدولي أكدت التزامها وشركائها في التنمية. يأتي منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل الإنماء في نسخته الأولى متزامنا مع هذا التوقيت ليرسخ من قيم الشركات متعددة الأطراف وتبادل الخبرات في مجالات تمويل الإنماء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما بعد جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصادات العالمية. أسمع حسن النيل. أرسلت مصر 3 طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين. استمرارا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء السودانيين لمجابهة كافة المحن والأزمات التي يتعرضون لها، اختتمت رحلات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة المرسلة للأشقاء السودانيين، حيث أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية على مدار يومين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهين إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملين بأطنان من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والبطاطين والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصرية، وذلك في إطار الروابط القومية وموقف مصر الداعم تجاه الأشقاء السودانيين والتضامن الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات. تأتي تلك المساعدات في إطار الدعم المقدم من جمهورية مصر العربية تجاه السودان الشقيق للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. في القاهرة يعقد اليوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا في دورته 56، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها القضية الفلسطينية.
مزيد من المتابعة انضموا لنا عبر الهاتف من مقر جامعة الدول العربية مراسل النيل منذر أبو ضوح. منذر، بعد التحية، يعني هل بدأ الوزراء في التوافد على مقر الجامعة العربية لانطلاق أعمال الدورة 56% وجدول أعمال هذه الدورة؟ بالفعل هناك توافد لعدد من الوزراء الآن على مقر الجامعة، وهناك لقاءات داخلية ما بينهم ولقاءات ثنائية ومقابلات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. بطبيعة الحال هناك العديد من القضايا يتم مناقشتها اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهي القضية الأم بالنسبة للشعوب العربية، ومواصلة إليه من تحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعلى زيادة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، وكذلك تحركات الجامعة العربية للمحافظة على القدس عاصمة عربية لدولة فلسطين، وكذلك وقف التدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ومواصلة إليه القضية السورية وكذلك القضية اليمنية، وما وصلت إليه القضية الليبية، وخاصة الاجتماع الأخير الذي حدث بدولة الجزائر وكان تحت رعاية الجامعة العربية ودول الجوار. وكذلك هناك مناقشات عديدة للقضايا العربية. سيستمر الاجتماع اليوم على شاشة النيل الأخبار متابعة لتفاصيله الكاملة كما عهدنا في قناة النيل الأخبار. طب الموعد المقرر لانطلاق الجلسة الافتتاحية منذر؟ من المفترض نص ساعة تقريبا وتبدأ الجلسة الافتتاحية. شكرا جزيلا منذر أبو ضوح مراسل النيل، بالتأكيد معاك طوال اليوم يا منذر إن شاء الله لتغطية هذه الجلسة الهامة. شكرا جزيلا الشكر منذر أبو ضوح مراسل النيل من مقر جامعة الدول العربية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 على الأقل من أقارب الأسرى الفلسطينيين 6 الفارين من سجن جلبوع، وبدأت باستجوابهم. في غضون ذلك قمع جنود إسرائيليون مسيرة سلمية نظمها مواطنون فلسطينيون بالقرب من بوابة دمشق بمدينة القدس المحتلة دعما للأسرى 6. واستخدم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي رصاصات مطاطية وقنابل غاز لتفريق هؤلاء الفلسطينيين الذين رددوا شعارات دعم ومساندة للأسرى 6 الفارين. حملة اقتحامات ومداهمات واسعة النطاق لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة جنين الفلسطينية وإصابة فتى بعيار ناري واعتقال عدد من المواطنين من بينهم أقارب لأسرى سجن جلبوع 6، كل ذلك في محاولة لإلقاء القبض على الفلسطينيين 6 الذين تمكنوا من الفرار في عملية كانت مثار حديث العالم. وأعلن الجيش الإسرائيلي نشر تعزيزات عسكرية جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشمل وحدات مقاتلة ووحدات رصد جوي، كل ذلك من أجل مطاردة الرجال 6. من جهتها حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى 6 ومعاناة ذويهم وأقاربهم وعن تداعيات اعتقالهم والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم. ويحظى الفارون 6 بالإشادة ويتم وصفهم بالأبطال القوميين لقيامهم بأكبر عملية هروب من سجن إسرائيلي منذ عقود. ومن بين هؤلاء زكريا الزبيدي أحد المناضلين الفلسطينيين البارزين الذين تلاشت أسماؤهم منذ فترة طويلة من عناوين الأخبار. احنا دولة تحت احتلال، حقنا نقاوم بالطرق المشروعة لنا، سواء مقاومة شعبية، سواء مقاومة بالمسرح، بالفكر، بالسياسة، بالمسلحة، هاي حق مشروع لنا. وبرز زكريا خلال الانتفاضة الثانية كقائد لكتائب شهداء الأقصى الذراع المسلح لحركة فتح. شخصية زكريا البني آدم الهادي السكوت المناضل العنيد الشرس، يعني بتجمع فيه كل الصفات بين الطيبة طفولته، يعني زي يعني تشبهها بجميع أطفال المخيم. ولم يتضح الدور الذي لعبه زكريا نفسه في عملية الهروب، لكنه الأكثر شهرة من بين 6، وأصبح من جديد من بين أكثر المطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي. يبدأ اليوم مع عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية زيارة رسمية إلى تونس، يبحث فيها مع الرئيس قيس سعيد عددا من القضايا من بينها فتح الحدود الليبية التونسية المشتركة. كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة
أعلن أن بلاده وتونس بحاجة إلى فتح حدودهما المشتركة في الوقت القريب. وفي مدينة الرباط أعلن عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية المغربي تقبض حزب العدالة والتنمية هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية. يمكن الإعلان عن النتائج المؤقتة الخاصة ب 96% من مجموع المقاعد كما يلي: حزب التجمع الوطني الأحرار 97 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا، حزب الاستقلال 78 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 20 مقعدا، الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 12 مقعد، الأحزاب الأخرى 12 مقعد. في العاصمة اللبنانية بيروت شارك أساتذة جامعات ومعلمون في مسيرة احتجاج على تردي أوضاعهم الاقتصادية. يشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارا اقتصاديا غير مسبوق شل قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود، وانعكس شح المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. امتدت الأزمة المالية في لبنان المتجدرة في سنوات الفساد وسوء الإدارة إلى الشوارع في أواخر عام 2019، وخرجت احتجاجات مناهضة للحكومة وطلبت بالمحاسبة وتحسين الأحوال المعيشية. كان آخر تلك الاحتجاجات خروج عشرات المعلمين والأكاديميين في بيروت للإعراب عن رفضهم أوضاع العمل في الدولة التي تمزقها الأزمات. لا الأستاذ قادر اليوم يأمن بنزين، لا معاشه بخوله أيضا يأمن هذه المادة، أيضا لا هودي الطلاب أهليهم قدرانين يحطوا أولادهم بفانات، وبالتالي عملية النقل يقدروا يأمنوا الحق المالي. وبالنسبة للمدارس العامة يبدأ العام الدراسي لاحقا هذا الشهر وفقا لخطط الوزارة، وأعرب معلمون عن رفضهم بدء العام الدراسي قبل الحصول على كامل حقوقهم السابقة. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وصفت بأنها أسوأ أزمة يشهدها العالم منذ عام 1850، وأفشلت الخلافات السياسية جهود تشكيل حكومة كان بإمكانها التفاوض على حزمة إنقاذ مع مؤسسات مالية دولية وعودة الحياة إلى طبيعتها. دمرت الدفاعات السعودية اليوم طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط، وذلك بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه خميس مشيط أيضا. وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن محاولات الميليشيا الحوثية إطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مشددا على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. وتأتي تلك المحاولات الحوثية المتكررة والمتصاعدة خلال الفترة الماضية في وقت تحاول الأمم المتحدة إرساء وقف لإطلاق النار في اليمن من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي للنزاع المتواصل منذ سنوات. وفي مدينة مأرب شمال اليمن لقي 78 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين لقوا مصرعهم في معركة جديدة حول المدينة. في مسعى للتصدي لهجوم بري واسع للميليشيات الحوثية الانقلابية، دفع الجيش اليمني بتعزيزات قتالية إلى جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غربي مأرب الواقع على بعد 120 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، حيث تدور معارك طاحنة بين الطرفين بالتزامن مع هجوم مضاد شنه الجيش اليمني على مواقع الحوثيين تحت إسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية. وتفيد تقارير يمنية أن المعارك المحتدمة بين القوات الحكومية والحوثيين قرب مأرب أسفرت عن مقتل 76 حوثيا و18 من القوات الحكومية خلال أسبوعين، ونادرا ما يعلن الحوثيون عن الخسائر في صفوفهم، إلا أنهم أعلنوا عن شن قوات دعم الشرعية 30 غارة جوية في محافظة مأرب يوم الثلاثاء.
ودعت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بيان تشييع 8 ضباط في موكب جنائزي بصنعاء على رأسهم قائد اللواء 413. ويدفع الحوثيون بقواتهم على عدة محاور منذ السبت الماضي في محاولة مستميتة للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط لاستخدامها ورقة مساومة في مفاوضات السلام المؤمل أن تنطلق مع المبعوث الأممي هانسن جروندنبرغ الذي يقدم إحاطته الأولى أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي غدا الجمعة. وقال عبد الملك بدر الدين الحوثي زعيم الحوثيين إن جماعته حسمت خيارها بالسيطرة على أراضي اليمن بالكامل. وترفض الميليشيات الحوثية مقترحا أمميا يتضمن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود المفروضة على تدفق الوقود والسلع الأساسية الأخرى عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية المباشرة. وتمثل مأرب ورقة في غاية الأهمية الجغرافية، وعند السيطرة عليها بالكامل ستكون بمثابة رافعة سياسية قوية بيد المنتصر في أي مفاوضات مستقبلية محتملة، حيث يضم مركز المحافظة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني إضافة إلى حقول ومصفات صافر النفطية. لكن غالبية الخبراء والمحللين يجمعون على صعوبة سيطرة أحد طرفي النزاع على مأرب، فقوات دعم الشرعية الجوية تستمر في قصف أي تحرك حوثي للسيطرة بالكامل على المدينة، في حين لا تمتلك القوات اليمنية الحكومية على الأرض القدرة على استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في ضواحي مأرب. وإلى ملف تطورات كوفيد 19، حيث أعلن متحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن أمس الأربعاء شهد تسجيل 399 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 13 حالة وفاة. وقال مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد إتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 244,062 حالة. ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 223 مليون حالة، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس أكثر من 4,610,000 حالة. يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابة ووفاة بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 41 مليون حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 671 ألف حالة. نهاية النشرة، عودة للتذكرة بأبرز العناوين. عقب لقائه وزير خارجية الكويت، السيسي يشدد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري. وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم بالجامعة العربية عددا من القضايا على رأسها القضية الفلسطينية. الدفاعات السعودية تدمر 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط. nile.eg هو موقعنا على شبكة الإنترنت لمن أراد المزيد. بعد الفاصل قراءة في أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، ابقوا معنا.